غنعطي ان شاء الله واحد لاطارت هي كتجي زوينه بالنسبه هي المناسبات بالكراميل بالبنان والقرقع. ايه واخا. ولكن راه كتجي غيش وزاله وهي ديال المناسبات. انا حاولت علاش المناسبات؟ لان الصيف وتيدخلوا الناس ديال برا وكتبغي ترحبي بهم. ان شاء الله تعالى. بالنسبه للعجين عندنا بات بغيزي فيها تقريبا 75 غرام ديال الدقيق، 75 غرام ديال الدقيق، وعندنا 75 غرام ديال الزبده. هذه غير قياس صغير، ولكن الا بغيتي ديري اكثر تقدري ديري اكثر، يعني ماشي ديري تقريبا 100 غرام ديال الزبده، وكديري 200 غرام ديال الدقيق الا بغيتي تضاعفي الحجم. عندنا 75 غرام ديال الزبده و75 غرام ديال الدقيق، وعندنا تقريبا بين 20 غرام ديال القرقع مطحون. ايه 20 غرام ديال، وعندنا 80 غرام ديال هذا ديال الدقيق، 80 غرام ديال الدقيق، ونص خميره. ضروري الخميره كتعجبني في لي طارت، واخا كاين اللي ما تيديرهاش ولكن مهمه. وعندنا بالنسبه للبودر كاكاو بالنسبه اختي للدقيق 100 غرام. 100 غرام غير هذاك الاول ديال 75 غرام؟ لا لا لا، 100 غرام ديال الدقيق. عندنا 75 غرام ديال الزبده بلاتي باش نتذكر، واخا، و75 غرام ديال السكر كلاصي، وقلنا 100 غرام ديال الدقيق، و75 غرام 25 غرام ديال القرقع، و25 غرام ديال بودر كاكاو، وصفر بيضة. وصفر بيضة ياك، واضح؟ واخا. قلتي لنا انت 75 غرام ديال السكر كلاصي مع 75 غرام ديال الزبده مع 100 غرام ديال الدقيق الفورس، نعم، مع 25 غرام ديال القرقع مطحون، و25 غرام ديال بودره الكاكاو، ايوا، ونص خميره ديال الحلوه، وصفر بيضه. واخا. صفر بيضه. هذه الا بغيتي بحال هكا، بغيتي البات بريزي العادي اللي حنا تنديرو معروفه، 100 غرام ديال الزبده و200 غرام ديال الدقيق، وصفر بيضه. صفر بيضه باش كنجمعوا. صافي. وعندك تقريبا شي مسكات ديال السنيده، هاد حيت انا درت هادي ببات صابلي الاخرى، هاد بات بغيزي هي اللي فيها السنيده كتجي تسني كتعطي حتى هي الكروكون ديالها. واخا. دابا بالنسبه للعجين، تفضلي سمح لي واقيلا انا معطله تنزاد شويه عليا واخده راحتي. مرحبا. سمح لي. ما كاين مشكله سيام، تفضلي. بالنسبه للخليط ديال لافارس، هاد البات ملي بات صابلي ملي تنصوبوها تنخليوها ليله كامله ولا واحد ساعتين تترتاح، ومن بعد تنلبسها ليمول. بغيتي ديريها عائليه كديريها كبيره، تنتقبها شويه بالفورشيط ولا تنتقلها، تناخذ غير واحد طابي كويسو تنديرو الوسط وتنتقلها بفول عدس اللي عندك. غير هي من الاحسن قبل ما ندخلها، راه معروفه هذه القاعده، تندخلها الثلاجه تتبرد او الكونجيلاتور ولو غير 10 دقائق عاد باش ندخلها الفران باش ما تنزلش ليا العجين من المول. هي طابت تنحطوها جانبا. دابا تنديروا واحد الكراميل، هذا غزال، هذا تقدري يعني ديري في اي انواع ديال لي طارت وتا في ليموس ديال الكلاص. بالنسبه عندنا 100 غرام ديال السنيده تنعملوها في كاسرونه وتنخليوها تتولي كراميل، ما نزيدو لا ما لا والو، هكاك عندنا كراميل ناشف تنخليو تيولي كراميل. ولكن كاينه واحد القاعده، انا هاد اليوم غير القواعد. لا مزيان، لان راه هما اللي كيديروا الفرق، يعني احيانا كنكون عندنا المقادير مضبوطه ولكن حتى الطريقه مع هذوك الاسرار ديال الطبخ يعني والملاحظات راه مهمين. هذا هو طبيعي، كنبغي ننصح باش تنجح داك هاد فعلا.
انا كنعرفك شخصيا، نقول للمستمعات ان تبارك الله عليك، يعني الله يعطيك الخير من بين المستمعات اللي سبحان الله يعني طيبه لواحد الدرجه. الا سولناها غير على مثلا تورته الكراميل كيفاش كتصايب، يعني كتبقى تشرح لك بطريقه مبسطه بالمراحل، حتى هذوك المشاكل اللي ممكن انك تواجههم في الكوزينه وانت كتصايبي هذه التورته، لدرجه انه كتوصل لواحد المرحله اللي يعني كتمنى له انك تمشي مع كل وحده وتصايبيها معها. يعني تبارك الله عليك، كنشكرك بزاف. واكيد انه ربما غير هذه الاقتراحات اللي عطيتنا اليوم فيهم بعض المراحل بالجرامات وهذه، وحتى سائر الشيوات اللي كتعطينا دائما راه تيكونوا ما بين هادو اللي تيكون فيهم الجرامات، يعني حويجات اللي هما مضبوطين اللي كيتباعوا في الباتيسري بالثمن، كنبغيو اننا نوجدوهم للمستمعات ويكونوا في المتناول ديالهم. وعندك كذلك حتى اقتراحات اللي هما يعني بالكيسان كيتعبروا بطريقه اللي هي عاديه. كاينين ان شاء الله تعالى من بعد ان شاء الله باذن الله. باذن الله. بالنسبه لهذا الكراميل ملي يكون هكا ناشف اش تناخذوا؟ تناخذوا معلقه وتنكبوه في كاسرونه تنخليو حتى يدوب داك السنيده كتولي لك بني، نزيد عاوتاني معلقه ونبقى غاده ملي عاوتاني يولي بني ونزيد نبقى هكا تنكمل كامل، ما نشدوش دفعه وحده ونحطه في الكاسرونه ونخليه يدوب شويه بشويه. لا شويه بشويه حتى يدوب باش ما يتحرقش. بالنسبه ملي تيولي كراميل تنضيف ليه 100 غرام ديال كريم فريش كويسون وتكون ماركه ممتازه، الله يخليكم راه مهمه حيت تيفرق بين الناخذ ديال العبار وديال اللي كتكون راه كتكون معلبه بحال الحليب، وكتكون ماركه مهمه غير واخا هي شويه غاليه ولكن راه مهمه بالنسبه للكراميل. ملي تنضيف ليه هذاك السنيده اللي صباح كراميل تنضيف ليه 100 غرام ديال كريم فريش، تنخلط مزيان، تنضيف ليه 40 غرام ديال الزبده. وهذا الشيء فوق النار، وملي نضيف 100 غرام ديال الكريم فريش من الاحسن تكون مسخنه باش ما يوقعش داك الشوك، تكون بارده ونضيف الكراميل غيوقع بخار وواعر الوجه. يعني من الاحسن نسخن داك الكريم فريش في نفس الكاسرون، ماشي في نفسها، انا حاطه هنا كاسرون ديال الكراميل نحط كاسرونه ديال الكريم فريش نص تقريبا حدا الفورنو اللي حدا باش يسخن. تكون نفس درجة الحرارة، تنخوي تنخلط مزيان، غادي يتكور واحد شوية، ما نخافوش نبقاو نحركو ونضيف 40 غرام ديال الزبدة، من بعد نحرك مزيان ونضيف يعني تنسجم الزبدة خارج النار، غنضيف 3 المعالق كبار ديال عصير الحامض ونخلط عاوتاني مزيان. غدا ما نحطو جانبا غناخد واحد جوج بنانات. قبل ما نحط جانبا غنضيف ليه تقريبا 150 غرام ديال الشوكولاط ابيض. هو باقي سخون باش داك الشوكولاط يذوب ليا. غنخلط 150 غرام ديال الشوكولاط ابيض مع هذا الخليط الاول اللي قلنا 100 غرام ديال السنيده و100 غرام ديال الكريم فريش و40 غرام ديال الزبده. نخلط مزيان وغادا نحطو كما قلت جانبا. وغادا ناخذ جوج بنانات وغادا نمعكم مزيان غنطحنهم. وغادا نزيد عليه تقريبا القرقع غيكون كونكاسي ولا اللوز على حسب المستطاع. عندنا تقريبا شي 180 غرام ديال اللوز. او القرقع. غادي يتخلط مع هاد البنان وغنخلطو مع هاد الخليط الاولاني اللي قلت. اللي فيه 100 غرام سنيده. وصبحات كراميل ضفنا عليها 100 غرام ديال الكريم فريش، هادشي فوق النار، خارج النار تنضيفو 150 غرام ديال الشوكولا بلون وثلاثه المعالق كبار ديال عصير الحامض و40 غرام ديال الزبده. تيتخلط هادشي هو باقي جاري، تنضيف ليه سميتو تنضيف ليه جوج بنانات يعني معوكين بفورشيت ولا مطحونين، وتنضيف ليه 180 ديال القرقع المهرمش. تيتخلط هاد الشيء مزيان، تناخد دوك لي طارت اللي عندي و لي فون ديال لي طارت هما غيكونوا طابو. يعني طابو مزيان ومن الاحسن يطيبوا مزيان باش يعطي داك الكروك وما نخلوش جوج شويه يبقاو مقرملين، ماشي يجيو مقرملين. هو السر ديال لي طارت اللي كتبع في الباتيسري الطياب، ملي كطيبي مزيان يعطي داك الكروكون، الا خليتيه يعني غير اللون ذهبي عجينه وصافي. لا ما تيبقاش عجينه ولكن ما تيعطيش داك الكروكون.
وقد ما رقيتيها وطيبتها مزيان كتعطي داك الكروكون ديالها. فن داك الكروستيون ديال فناخذ لي فون ديال لي طارت تنعمل هاد الخليط اللي قلت هاد لاصاص تنخويه صافي تنخليه تيبرد مع في شوكولا دغيا تيجمد. بامكانك تعملي حتى شوكولا نواغ اولي ملي تنخوي تيجمد ليا في الجناب تنحاول نعمل اللوز كونكاسي ولا اللوز ايفيلي وتندير الغابيل ديال داك القرقع اللي انا عملته داخل ديال لافار. واخا صافي ولا كديري عاوتاني شي تزيين بشي موتيف بشوكولا ولا بلي زومبرانت انا تيجوني داك سحريين دوك لي زومبرانت يعني كتعملي فيهم الشوكولا كتعطيك الشكل الهندسي اللي بغيتي وكتذوقي به. فعلا الله يعطيك الصحة سهام تبارك الله عليك. أكيد أنه المستمعات يعني سجلوا معنا وهذه الاقتراحات بطريقة مبسطة جدا بهذه الملاحظات اللي ممكن أنها تواجهكم وتحاولوا أنكم يعني تصدق لكم هذه الاقتراحات من المرة الأولى. وحتى ربما حتى التلميذات ديالك أكيد أنهم فرحانين بك أنت كأستاذة ديالهم لأنه تبارك الله عليك يعني كتشرحي بواحد الطريقة مبسطة جدا وكتاخذي يعني وقتك. وشكرا لك بزاف سهام أم وصال على كل هذه الاقتراحات اللي قدمتينا بطريقه مبسطه. واكيد ان شاء الله في حلقات مقبله نزيدوا نتواصلوا معك باقتراحات اخرى. سهام ام وصال اختصاصيه في فن الطبخ والحلويات كذلك واخذه العاتق ديالها انه كتعلم حتى النساء الارامل اللي توفى لهم الزوج ديالهم وباش يعني يكون عندهم واحد المصدر رزق يسترزقوا منه ويعيلوا منه يعني وليداتهم. فتحيه لسهام ولكل السيدات كل النساء المغربيات اللي كيقوموا بواحد المجهود مماثل يعني كل وحده بطريقه ديالها. فالله يعطيكم الصحه ونتمنوا لكم العوين ان شاء الله من عند الله.